Transforms his solitude into happy moments and fills the silence of his nights with music. My life was a coma when love whispered into my ears through Selma's lips and opened my eyes with its magic rays and touched my spirit with its fiery fingers. Selma was the first woman who awakened my spirit with her beauty and affection. She was the one who first sang to me the poetry of real life and love. باسترجاع رسومه متأسفين على انقضائه. أما أنا فلا أستطيع أن أدعو سني الصبا سوى عهد آلام خفية خرساء كانت تقطن قلبي وتثور كالعواصف في جوانبه. أنتم تذكرون الشوارع التي رأت ألعابكم وسمعت همس طهركم، وأنا أيضا أذكر تلك البقعة الجميلة من شمال لبنان، فما أغمضت عيني إلا ورأيت تلك الأودية الملأ سحرا وهيبة، وتلك الجبال المتعالية بالمجد والعظمة نحو العلاء. ولكن هذه المحاسن التي أذكرها الآن وأتشوق إليها تشوق الرضيع إلى ذراعي أمه، هي التي كانت تعذب روحي المسجونة في ظلمة الحداثة. فلم أذهب إلى البرية إلا وعدت منها كئيبا جاهلا أسباب الكآبة، ولا نظرت مساء إلى الغيوم إلا وشعرت بانقباض متلف ينمو لجهلي معاني الانقباض. هكذا كانت حياتي فتى إلى أن كان نيتان وقصدت صديقا لي في بيروت. عمو جبران، عمو جبران. أهلا أهلا حبيبتين، كيفك؟ وين سليم؟ بالبيت. سليم سليم. اهلا يا جبران، كيفك؟ شو هالمفاجأة الحلوة؟ والله وسهلا فيك. يا اهلا وسهلا، تفضل تفضل. يا هلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك يا جبران. كيف حالك؟ والله مشتاق فيك. شو هالمفاجأة؟ يا هلا فيك. يا اهلا. يا اهلا فيك. تفضل عود. صوتك معروف عتمليه. صوت البيت. ها يسلم لي الوجه الحلو. ست البيت امرت اروح نسوي قهوه. حاضر. يلا ست انت حضري الفنجان. شو يلا يلا. شو عندك جديد يا سليم؟
على فكرة اسمعنا اخذت شهادي. مبروك يا سليم. شو ناوي تعمل؟ والله يا جبران ما طالع بايدي اكمل دراستي. سليم لقى شغل. في شخص طيب اسمه فارس كرامي دبرنا بوظيفي. وظيفي؟ حرام توقف دراستك يا سليم وانت من الاول. والكل بيتنبأ لك مستقبل كبير. شو بدي اعمل؟ انت عارف الحالة يا جبران. الحمد لله الوظيفة بتعيشني انا وهند حتى الله يدبرها. وانت يا جبران خبرني عن حالتك. والله يا سليم مثل ما انك عارف كتابي ورسمي. مظبوط. بتذكر ايام المدرسة كان عندك ميل للرسم والكتابة. بعمري ما راح انسى يوم اللي رسمت المعلم على اللوح واكلتها هذيك الاكلة. كانت ايام حلوة. لا مسؤولية لا من عم فارس عم فارس. اهلا. اجت الوظيفة. بتحبي عمو فارس؟ كثير. حذري شو جايب لك؟ لبن. اهلا بالشيخ فارس. اهلا فيك يا ابني. كيفك يا سليم؟ شكرا الله. اهلا وسهلا. مبروك يا سليم. ان شاء الله تكون الوظيفة على خاطرك. هيدي توصية من سيدنا الغفران. الله يديمك ويخلي لنا اياك يا شيخ فارس. هذا واجب علينا يا ابني. نحن دايما بخدمتكم. يحفظك. ما بيصير. تفضل تفضل لجوا شيخ فارس. لا لا يا ابني هون القعده حلوه مثل ما بتريد. عنا ضيف يا عمو فارس. جبران مين بيكون الشاب؟ بترجيك خليك مرتاح. انا جبران خليل جبران. رفيق الطفوله وزميل المدرسه حضرته الشيخ فارس كرام. لنا الشرف يا شيخ فارس. بالاذن. جبران خليل جبران. كان إلي صديق من بشري اسمه خليل جبران. بيقربك؟ نعم بيكون والدي. والدك؟ أهلا يا ابني. والدك كان أعز صديق إلي. كان رفيق الصبح. كنا مثل شخص واحد. يا سلام الأيام كيف بتمر مثل لمح البصر. لمح البصر بيمر ولكن القلب يحفظ لمحة العين. والدليل انك صورة طبق الاصل عن والدك. تفضل تفضل ارتاح يا شيخ فارس. ما شاء الله ما شاء الله. ان شاء الله تعجبكم القهوة. هيدي قهوة اهلا وسهلا. يسلموا الايدين الحلوين. قهوتك طيبة يا سليم. يا عيب شو ما في شيء من قيمتك يا شيخ فارس. كنا منحب. لا لا انت مثل ابني والبيت بيتي. يا اهلا وسهلا فيك. ولولاك ما كنا تعرفنا على جبران. شرف الي يا شيخ فارس. قهوي دايما يا سليم. تحتين. اعذروني يا شباب انا اخرت شوي. 20 سنة إلي ما شفت أبوك وأنا طالبك بالتعويض عن هالغياب. أنا بأمرك يا شيخ. لازم تجي تزورني بالبيت بأقرب فرصة. إلي الشرف. هذا واجب. هند وين البوس العم فارس؟ لك يا شيخ فارس. شيخ فارس؟ عمو فارس. عمو فارس. خلينا متأنسين يا عم فارس. بتعرف سلمى واحدة بالبيت وأنا معها صرنا مثل تلاميذ المدرسة. جبران اوعى تنسى زيارة من كلبك. نهاركم سعيد. مع السلامة. مع السلامة يا شيخ فارس. تشرفنا. ايه شو رأيك بهالشخص الطيب؟ شعرت بعاطفة غريبة بتجذبني. في أسرار بهالحياة ما بيقدر الإنسان يحللها. تربط شخص بشخص بتقرب مصير الناس بخيوط خفية. فعلا مثل الشيخ فارس مثلا. كيف عايش الإنسان؟ كيف عايش؟ رجال غني ساكن بقصر فخم مع بنته الوحيدة سلمى. سلمى اسم حلو.
لو بتعرف يا جبران هالبنت شو بدي اقول لك، ما بقدر اعبر لك عن ادبها واخلاقها لهالدرجه. واكثر، جمال روح، جمال نفس، السكوت بيوصفها، الكلام بيخفي حقيقتها عن العيون. شو عم بتقول؟ تصور يا جبران، ادب، اخلاق، انسانيه، طيبه، حنان، تعطف على كل الناس، كل اللي عرفوها بيحبوها. هيدي مش ممكن تكون موجوده على وش الارض. بكره بتشوف، عيونها من نور، جسمها نحيف، صوتها في انوثه، كلامها قليل، جمالها هادي. لو بتشوفها يا جبران، انت اللي بتحب الخيال. الخيال يا جبران في حالات كثيره هو الواقع. بتدخن سيجارة طبعا؟ ما في مانع اذا سمحت. تفضل تفضل. صرفت ربيع عمري بصحبة والدك، كنا اصدقاء بل اخوة، هو عادة الايام فرقتنا. خبرني كيف احوالك؟ شو عم تعمل؟ هوايتي الكتابة والرسم. عنا أديب ورسام، شيء عظيم. شو ألفت؟ على الهمة. على العموم يا ابني، إذا لزمك شيء أنا حاضر بكل وقت. أنا بهمني كتير ساعدك، اطلب اللي بتريده لتحمل أي تقلة. أحسبني مثل سلمى. جبران خليل جبران ابن صديقي القديم يلي خبرتك عنه. شو بكم سارحين؟ اهلا وسهلا. ليش وقفت؟
وحدهم. اعطينا نارا يا لطيفة. شو بكون ساكتين؟ حدثونا. والدي بحدثني دايما عن والدك لدرجة اني بعرفك قبل ما اشوفك. سلمى دايما بتسرح بالخيال، افكارها وميولها روحية. الخيال احيانا هو الواقع بذاته. بيتهيأ لي مرات اني بعيش بحاضر حياة سابقة. سلمى، عفوا، الآنسة سلمى على حق، مثل ما قالت وبشعر اننا بنعرف بعضنا من زمان. بيظهر انك بتسرح بالخيال اكثر من سلمى. حياتنا مثل الريشي، والريشي بين الريح مثل فكرنا السابح في الخيال. امال خيال، الاحلام خيال، ووجودنا كله مثل الخيال. بتسمح تخرج لي شوي عن الخيال؟ وين دارس يا ابني؟ بمدرسة المطران. مدرسة الحكمة. عجبتك القهوة؟ كثير طيبة، شكرا. صحتين. وبتعتقد يا ابني انه مهنة الرسم والتأليف بتوفر لك الجاه والثروة؟ ليش الحياة كلها جاه وثروة يا بابا؟ بين الأدب والمال فرق كبير يا شيخ فارس. الأدب فكر والمال مادي. رسالة الفن والفكر فيها خلود بينما المادة بتزول. يعني بتقدر تعيش بالروح وحدك؟ سعادة الأديب الفقير أفضل من سعادة بعض الأغنياء. الشمس عم بتغيب. بتحب الغروب وبتفضله على الشروق. وكيف يا عم فارس بدنا نحس جمال الشروق إذا ما عرفنا الغروب؟ الحياة أغلبها أول نظرة. أكيد يا سليم، كل شي خبرتني عنها نقطة البحر. شعرت بإحساس غريب استولى على كل مشاعري. وقدرت تشعر بكل هالأسرار من جلسة واحدة؟ سليم، الأرواح القريبة لبعضها بتتفاهم بسرعة. لكن يا سليم، خايف. خايف من حب سلمى. جبران، من ساعة ما شفته قلبي خفق بصدري. حسيت روحي بتجاوب روحي. شو كل هالقد من أول مقابلة؟ هيدا قلبي اللي بيحكي. وشو قال لك قلبك يا أمورة؟ همس بصدري معاني ما كنت بعرفها، مزيج من عواطف حلوة وأمل. أنا مبسوطة يا خالتي ومحتارة، والوقت زاد وخايف. الله يبعد عنك ولاد الحرام. منصور بيه، اهلا وسهلا. اهلا بك. تفضل. Thank you.
البشر. عندك لوين فين؟ ممنوع ممنوع. لازم تعرف حالك مع مين عم تحكي. أمر أنا أبو تامر جاي من الضيعة بدي أقابل منصور بيك. منصور بيك؟ أيوة. بدون إنه هون. لحظة عن إذنك. لا هيدي هدية لمنصور بيك. حاضر تفضل. والله جيت على البيت سألت عنك قالوا لي انك هون. جيت لعندك جيب لك هالحسبة قلت بتروح من طريقنا فيها دجاجة وشوية تفاح بعثت لك اني مسامي صحري قلت تسلم لي على منصور بيك. كيف يا ام تامر؟ ان شاء الله صحتها طيبة. مليحة بتسلم علي. هيد لنشوف ايش جايب معك. صاروا 40 عسبلية لحد هلأ. والباقي يا أبو تامر شو حنعمل فيه؟ والله تعذبت كثير تجمعت لك هني يا منصور بيك. ولكن إن شاء الله عن قريب من كفيلك البقوي. إن شاء الله عن قريب يا أبو تامر. قل لي شو أخبار جديدة بالضيعة؟ والله كنا سهرانين نحن والشباب مبارح. خبرونا خبرية انبسطنا لك فيها كثير. شو هي الخبرية يا أبو تامر؟ انه بدك تاخذ بنت الشيخ فارس كرامي. وهيدا الشيخ فارس رجال غني وبنته وحيده ما فيش عنده غيره ورجل له مكانته بالبلد ومعروف. ابو تامر اشرب لك كاس وفرفش لك شوي. هيدي هديه من منصور بيك بس الليله مثل العاده. اسمع الخبرية. خير ان شاء الله. منصور بيك رح يتجوز. رح يتجوز؟ ايوة. زاد جماله بوجودك.
اثرته من زمان. لقيت فيه الوحي للكتابي والرسم. وشو اوحالك؟ اوحال الجمال والسعادة. فتح في قلبي شعور حساس عاطفي لطيف كنت ابحث عنه. ولقيتها؟ لقيت الروح القريب من روحي. لبنان سحر يا جبران. لبنان يا سلمى مثل فكر شعري، مثل حلم. وانا بشوف لبنان كله سحر وجمال. بتتغير الاشياء وبنشوفها ساحره وجميله، وما بيكون السحر والجمال الا بنفوسنا. أنا أزور منزل فارس كرام وألتقي بسلمى وأجلس قبالتها متأملا محاسنها، معجبا بمواهبها، شاعرا بوجود أيد خفية تجتذبني إليها حتى أصبحت أمام عيناي كتابا أقرأ سطوره وأستظهر آياته وأترنم بنغمته ولا أستطيع الوصول إلى نهايته. كل نبضة من نبضة قلبك. في ناس بتوهموا انه الحب بيولد من العشرة الطويلة. الحب الحقيقي يا سلمى هو تفاهم روحي. إذا ما تم بلحظة واحدة ما عمره بيتم أبدا. هلأ عرفت انه في شيء أعلى من السماء وأعمق من البحر وأقوى من الحياة. سلمى انت لي اعز من صديق، اقرب من اخت، واحب من حبيبي. انت فكر سامي، عاطفه رقيقه، وحلم جميل بنفسي. وانت يا جبران كنت اعتبرك مثل اخ، بس اليوم شعرت بعاطفه غريبه، لذيذه، مخيفه، سيطرت على كل حواسي. العاطفة هي العنصر اللي بيتحكم بمصيرنا بالحياة. ومين بيصدق حكايتنا؟ الناس بيجهلوا ان الحب فوق القوة وكل اعتبار. مين اليوم بيآمن بالحب المجرد؟ جبران، في قوة غريبة حولنا. الأيام بتاخد أسرار وبتجيب أسرار وما بنعرف شو الدهر بيخبيه. أنا خايفة يا جبران، خايفة. سلمى،
العشاء جاهز، تفضل. سلمى نتفز زينة كتاب اختين ست يمنى تعرف اني ما بشرب شفاف هيدا بيطول العمر يا ست يمنى خليلي اياكم يا ولادي طول عمرك يا جبران الله اياك يا عفاري خليك يا حبيبي بابا الله يطول عمرك ويخليك يا بابا تعرف يا ابني انه زياراتك النا بتزيد بسعادة هالبيت وانا بعتبره بيتي وصرت اشعر انه عندي ولد تاني شاعر اليوم كأنه الحياة ربيع دائم الربيع بيجي بعد العواصف واحيانا تسبق العواصف اوه والله العظيم روايش شو عواصف مع عواصف شربوا شربوا ربي يا سلمى شيخ فارس في شخص بالباب بيريد مواجهتك مين هو؟ قواص سيدنا المكرم خليه يتفضل مساء الخير سياده المطران بترجاك تشرف لعنده ليلي نعم الليله بريد تبيعها سويات بامر مهم ومستعجل ما تاخذني يا ابني سياده المطران ما بيقدر يرفض له طلب سلمى بتأنسك بغيابي وبتأمل شوفك هون بعد رجوعي بريد أعرف سبب زعلك ليش منك عارف؟ خير إن شاء الله سمعت بدك تتجوز وأنا ولا يهم كيف ولا يهمني وعلى قدنا على قدنا باقي مثل ما هي مركز الاجتماعي بيفرض علي اني اتجوز وحياتك انت مش حينقسم لا مال ولا طلب الصفقه هيدي لمصلحتنا نحن الاثنين رح يفضى يا سلمى رح كون غريب عنك عن قريب رح تتركي بيت كرامي تدخلي بيت غالب ليش ما سألتني يا بابا ليش ما سألت قلبي أعطيت كلمة شرف يعني تعازتي أو سعادتي ما له قيمة هيدي إرادة الله يا بنتي جبران كنت بريد هالليلة تنتي بغير ابنه سامحني يا ابني وعدني إنك تزورني بوحدتي زواج سلمى انت دايما بقلبي يا جبران دايما بقلبي
بنتي. نعم. الشيخ فارس موجود؟ نعم موجود. مين بتريد قل له؟ منصور بيك غالب. تفضل. لا لا يا لطيفي، ما جاي على بالي. كيف حال سيدنا؟ عم المطران بيسلم عليك كثير يا عم فارس. بالمناسبة كنت عنده امبارح وأكد علي وأعطاني بعض الإرشادات بخصوص سلمى. وتأكد يا عم فارس إنه سلمى حتكون أماني في رأسي. وراح أعمل كل جهدي إنه ما أخليها تشعر بغيابك أبدا. أنت من عائلة كريمة. أنا حياتي كلها حخصصها لتأمين سعادة سلمى يا عم فارس. مش هي في منها بالأول علم، أخلاق، ثقافة، جمال، أدب، والمال هيدا يا عم فارس شي تنوي ما بينحكى فيه أبدا. أستغفر الله يا ابني، أستغفر الله. أنت ابن أصل. فين سلمى يا عم فارس؟ يا سلمى، سلمى طل القمر. اهلا بسلمى. اهلا منصور بيك. بيك منصور حار، ما هيك يا عمي؟ عادي يا سلمى. ما تنسي يا بنتي انه منصور بيك رح يصير زوجك، وصار له ساعة بيحكي بصفاتك واخلاقك. هيدي الحقيقة يا عمي، وسلمى زينة بناتنا، وبيكفي انها مربية على ايدك يا عم فارس. كتر خير الله يا بنتي. انا الله ما رزقني غير هالبنت، شايفها ومني مصدق. الله يوفقكم ويهنيكم. يا عمي أنا خايف الناس يحسدوني. أنا عارف إني أخذ أحسن بنت في بيروت. أعزى
اعذروني. خلينا على الغدا سوا. الف شكر يا عم فارس، وعدت عم المطران اتغدى معه، وانت عارف قديش بحترم مواعيده. سلم لي كتير على سيادته، وقبل لي اياديه وقدم له احتراماتي. وصل يا عم فارس، بخاطرك. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. كان لازم تستقبلي منصور أحسن من هيك. أيدا عريسك يا بنتي. بس كرمالي اللي عملتها خصوصي لإلك. انت بتحبيها. بالمعاشر بيولى للحب. هيدي سنة الحياة يا بنتي. أتعاند العين سهما ولا تفقى؟ أو تناضل اليد سيفا ولا تقطع؟ كلمة الشرف غالية عندي كتير. انتبه يا سلمى، إن القدر يقبض عليك ليقودك عبدة ذليلة في موكب النساء الشرقيات التاعسات. منصور بيك وعدني وعد شرف إنه راح يأمن سعادتك ومستقبلك. سلمى، ما أكلت شيء؟ تعباني شوي. عن إذنك يا بابا. طلع بوجهي يا جبران، تأمل فيه، حاول إنك تفهم. جبران بتصور مستقبل بمخاوفه وأهواله، واليوم بيجتمع مين كان سبب وجودي بهالحياة مع اللي اختارته الأرض سيد عبقية أيامي. وضروري تكوني أنت كبش المحرقة مثل هالليلة بأسبوع همس الحب أول كلمة تحت الياسمين، وضع القدر أول حرف من حكاية مستقبل. أعظم الليل بأسرار العامية. بشوفك مثل طائرة عطشان برفرف فوق غدير، حسيت وقفة مخيفة.
يضل طايح وحول الغدية طيبني العطش ويموت أو تقتل الأفعى. لا يا صديقي، بريد الطير يغرد تا ينتهي الربيع تا ينتهي العالم. والعطش بيقتله يا سلمى. عطش الروح أعذب من ارتواء المادة. كيف بتقبل بشخص قلبك بيرفضه؟ أنا بأول حياتي يا جبران، أنا جارية حكم علي غنى والدي انباع بسوق العبيد. ليش ما بتحرري نفسك؟ من مين؟ من بيي اللي ضحى كتير من أجلي، من اللي عمل لي كأب وأم ورفيق. مش معقول يا جبران، أنا واجب التضحية. وأنا يا سلمى. أنت بعدك بأول طريق، أنت رجال سيد نفسك. لحس الحب ضيف غريب، إجا مع الصباح وراح مع المساء. خرجت من الحديقة خروج آدم من الفردوس، ولكن حواء هذا القلب لم تكن بجانبي لتجعل العالم كله فردوسا. وتلاه الصيف وجاء الخريف، ومحبتي لسلمى تتدرج من شغف فتى في صباح العمر بامرأة حسناء إلى نوع من تلك العبادة الخرساء التي يشعر بها الصبي نحو روح أمه الساكنة في الأبدية، لأنها كانت تعيش في كنف زوج يسيء معاملتها مبددا أموالها على ملذاته في الزوايا المظلمة حيث يختمر الهواء بأنفاس الفساد. هذاك غلام الخسارة يا حبيبي؟ خسارة؟ من أبدا كانت تهمي الخسارة بالأول؟ انت نسيتي كنز فارس كرامي؟ العمر حيخلص وهالكنز مش حيخلص. الله يطول لي عمرك يا حبيبي. انت اللي اليوم رايح مش حترسي لحدا أبدا إلا لمنصور بيك. حبيبي قلبي حياتي روح. أنا حشتري لك قصر فجر، قصر فارس كرامي، عربية بجوز خيل أصيل عشان تسوقيها لوحدك. رح تبقى الصورة قدامك هي الذكرى الوحيدة.
رح تبقى خيالي طول عمرك. خيالي؟ خيالي إذا أخلصت بحبي، تعذبت بإخلاصي. خيالي إذا دفعت عن حريتي وحقي بوش الشراعي، اللي بتحول حريتي سلاح بإيدي القوي ليحاربني فيه. خيالي إذا ثرت على المظالم. خيالي إذا فارت نفسي لمشهد النعش اللي عم تترسق أطماع الدياب وعم يذبي شبابها في السجون المظلمة. خيالي إذا أب عرض بنته للزواج في سوق مساوم وجربت إمنع البيع والشراء. خيالي إذا دعس الوحش على زهرة بيضة ولملمت أوراقها على الأرض. خيالي إذا أومت التقاليد الفاسدة والعادات القبيحة وخضوع أعمل القوى الخفية اللي عم تمتص دم تتلاعب مصيبة. خيالي إذا دفعت عن حبي وعن المرأة اللي حبها قلبي. مش عارف يا سليم إنه المرأة الضعيفة هي رمز للأم المرأة. شو عملت أنا؟ وشو عملت؟ أمرنا على حدا؟ مرضنا على الله؟ خلقنا الوصايا؟ ليش الجحيم لنا والجن الغير؟ بيتلاعب وبيسرق وبيقامر وبيركض ورا النساء وبيغش ربه وزوجته وأهله وبيعيش بالفجور مثل منصور. هذا وجيه كبير وزعيم محترم بيعيش خفل وبخدمة الإنسانية، بيعيش مظلوم ومقهور. ليش؟ لأن الحق بعده للقوة. عارف ما كان قصدي اجرح شعورك يا جبران. عجز يا سلام، تعطيتني المجال بيظهر نقمة قلبي على البشرية الكاذبة، على تجار المبادئ والأديان والأعراض. تفضل. ست يمنى؟ خير إن شاء الله. سلمى بهالشيء؟ شيخ فارس. شيخ فارس؟ تعبان كثير وطالب يشوف. كيف الشيخ هلا؟ بعده مثل ما هو. جبران، سليم، سلامتك يا شيخ فارس. جبران، قرب. أيامي صارت معدودة. عيدي الشر عنك. حاسس كأنه دوري انتهى بالحياة. طلبتك حتى وصيك بسلمى. وزوجها عمي فارس؟ زوجها؟ الله يسامحه، كان في غلطة. وين سلمى؟ جبران، حاول انك تخفف عنها، حاول. انت دايما بقلبي يا ابني، الله يرضى عليك. Thank you.
شفت يا جبران كيف تغيرت الأيام؟ بهالمكان تعرفت على الربيع والحب، وهلأ جمعنا الخريف أمام عرش الموت. الشمس بعد طالعة يا سلمى. الشمس انطفت والنور اختفى. سلمى، كل واحد منا في شمس بقلبه. بقلبي في غيوم وعواصف. النفس الشريفة سلمى لازم تقف قدام الزوبعة مثل الشبه. ما بقى عندي قوة يا جبران. انت تطلب مني الصمود والصبر، وانا بشوف بعينيك الياس. جبران، عمرك شفت جوعان بيعطي خبز الجوعان؟ صحيح دموعك سلمى. يلا شوف البابا، حياته من حياتك، ابتسامه منك بتهون عليه. شيخ فارس، شيخ فارس. سلمى. بابا حبيب. كون يا ابني أخ لسلمى مثل ما كان أبوك. الله يرضى عليك ويحفظك يا بنتي. بابا بابا. الأبدي روحه واسترجع التراب جسده واستولى منصور بيك على قصره وأمواله، وظلت سلمى أسيرة تعاستها ترى الحياة مأساة هائلة. تركينا لوحدنا يا يمنى. الشطر اللي بيكمل روحك، لكن ده جبران لولاك معرفة الصبر ولا قوام شعوري بين قلبي وواجبي. ايه
وين الست يا سعد؟ راحت على الكنيسة. اعطيني جرافات البني. كفينا حداد على السيد فارس. تفضل. سألني عنك، قلت له انك رحت على الكنيسة. تريدي شي يا ستة؟ لا يا سعد. ليش منك نايمة؟ ليش ما بتردي حبيبتي؟ بترجاك روح نام. بعد بكير على النوم. بترجاك روح نام. أنا رايح نام. بس أنا عارف كل شيء. تصرفاتك هي اللي خلتني أشعر إنه في رجل تاني بحياتك. شو اللي أنت عارف؟ نعم في رجل تاني. رجل تاني هي كرامتك اللي رميته تحت إجرين راقصة. الله. كنت ظالم، انت عاكر، حرمتيني من ولد ورثني. القوة اللي فرقتنا بالماضي هي نفس القوة اللي رح تفرقنا اليوم. القوة الخرسة اللي بيتخدوها الناس سلطان على مصيرنا هي اللي رح تحرمني منك يا جبران. في سبب. يمكن منصور عارف اللي قاله. منصور ما بيعرف كيف مضي ايامي. مشغول عني بحياته وملذاته. يا سلمى طالب الفراق. لا لا يا جبران، لكن القدر حكم علي بأسير بتقليد المجتمع وما برد لك نفس المصير. سلمى جبران منصور.
منصور بدا يهددني، بيتهمني اني عاقر ما تزوجني الا لاعطيه ولد، ما بيعرف حقيقه المراه ولا بيدرك شعورها. مثل كثير من الرجال ما بيعرف انه عندنا شعور واحزان. يعني ما في غير الفراق تتجنب شر الناس؟ ان سدت سبل الحب والحياه والحريه ما بقي غير الاستسلام لاراده عبيد الموت. انا خايفه عليك انت يا جبران، خايفه حتى من نفسي، خايفه من المجتمع الغاشم والماده الدنيه. شايف يا جبران، ما بقى غير الوداع. استسلمنا كثير يا سلمى لاهواء الناس، لازم نبقى خاضعين للتقاليد البالية. الله اعطانا الحرية نخضع للاستعباد والتقاليد يا جبران. سلمى، إذا خضعنا للظلم ما بنقدر نوصل للحق. حبيتك يا سلمى، حبيتك حب طاهر، ولكن الناس تنسيته بأيديها. لازم نحطم القيود. عمري ما كنت صدق انه السما بتفرض علي اشرب كاس المر حتى النهاية. حبيتك حب ارتوى من دم قلبي، وحلمت بالحرية والسعادة بقربك. كنت بتردد تعالى يا سلمى ننتصب امام الزوبعة العاصفة. هالكلمات شجعتني لمقاومة الحياة، واليوم جيت بنفسي جديدة فيها قوة التضحية بسعادتي، حتى تبقى أنت شريف بعرف الناس بعيد عن غدره. سامحيني يا سلمى، اغفر اندفاع عواطفي. سامحي. سامحك. سامحك على حبك الفريد من نوعه. أنا جيت اليوم بعزيمة امرأة بتقدر التضحية وقيمة الألم. بريد أحميك حتى من أشواك بدلا من الغار، واغتسلت بدموعي ودمي بدلا من العطور والطيور. تجرعت الخل والعلقم بالكأس التي صنعت للخمر والكوثر، فاقبلني بين تابعيك الأقوياء بضعفهم، وسيرني برفقة مختاريك المستكفين بأوجاعهم المغبوطين على كآبة قلوبهم. شدد يا رب جميع الأجنحة المتكسرة. ظل الله مرة لا تخشى بعد ذلك أشباح الأبالسة.
صباح الخير. صباح الخير. هيك ها بدي اياكي دايما تضحك. يلا حبيبتي يلا رح نتاخر على الانتهاء. يلا عيال يلا. صباح الخير يا شيخ صالح. صباح الخير يا سلمى. صباح الخير. كيف حالك يا بنتي؟ الله كريم. الله كريم. دعي لي. دعي لي يا شيخ صالح. اللهم يا من أنت الخير. ومنك الخير. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض. احفظ هذه الولية. وجملها بالصبر الكريم. واسبق عليها رحمتك يا من انت على كل شيء قدير. طولي بالك يا بنتي. الله يسمع منك يا شيخ صالح. طولي بالك يا بنتي. قال الله تعالى في كتابه العزيز: والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. إن لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. خمسة أعوام على زواج سلمى ولم ترزق ولدا، والمرأة العاقر مكروهة في كل مكان. ولقد صلت سلمى متوجعة حتى ملأت الفضاء صلاة وابتهالة، فسمعت السماء نداءها وبثت في أحشائها نغمة مختمرة بالحلاوة والعذوبة، لتصيرها أما وتمحو ذلها وانكسارها. عندما تمت أيام سلمى لتلد بكرها. حكيم خير إن شاء الله. طول بالك مش قبل المساء.
بس اوعها لازم يكون صبر. ان شاء الله يا منصور بيك، انا راجع المساء. هذا ابو تامر الله يساعدنا عليه يا حكيم، نضل عنده مشاكل. ما راح يقتل الاتفاق انا وياه، بدي تشوف منصور بيك. يا منصور روى يا ابو تامر روى. حكيم مثل ما اتفقنا ان شاء الله، فاذا المن. من كلمة مع السلامة. يا منصور بيك. تعال شوف ابو تامر شو. عود يا ابو تامر. عود يا نديم. شو قصته ابو تامر يا نديم؟ يا سيدنا ابو تامر ما كانش يدفع. يا منصور بيك. طول بالك يا ابو تامر، خد لك نفس. كفي يا نديم. سيدنا ابو تامر ما رضي يدفع. وكل شيء قلنا له انه بعلينا مصاريف وما كان يقتنع. لك 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 لك، انا مش عم بقتنع، ياما انت مش عم تقتنع. بالذات اخذتهم بالفايده، ولا جيت كمل على بيع البيع؟ هيدي عشر مره من اجل فيها البيع. يا منصور بيك، ما في عجز، ما في رحمه. اسمع ابو تامر، ما في شيء. اسمع 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 شوي، طول بالك. اسمع شو عم بيقول. طول بالك شوي، هيدي الحسبه لخمس سنين، ولحد اليوم بعد ما دفعتها. فيك تقول لي امتى حتدفع ابو تامر عشان نخلص من الحكايه بقى؟ يا حصرتي علي، منين بدي ادفع؟ ودينا الصبي عنا ورد، كل ما بعت قرش كنت حاضر ناظر له حضرتك. والله نكبني بموتة هالمرة. ام تامر الله يرحمك يا ام تامر. وتعسرت المسائل وانت عارف يا منصور بيك، وش بدي اعمل انا؟ شو طالع بايدي؟ الله يرحمها ابو تامر. طول عمرك ويجبرنا فيك. ان شاء الله بنقشع لك طبيعا قريب. وجاي حضرتك ترمينا بالطريق يا نديم افندي. يلي بيسمعك يا ابو تامر بيصدق وبيفتكر انه منصور بيك عم يظلمك. انا سمعت انه ابنك تامر بعت لك مكتوب وفي مصاري يا ابو تامر. شو القصه؟ يا حصرتي. منين؟ حيلي عاطلي، وهذا هو المكتوب اللي بعته. تفضل ارى وشوف شو كتب لي. الله يعطيك القوه يا تامر، يبعث لك شي كم ريال. خط مليح يا منصور بهي، افش مثل خطه بالضيعه كلها. ايوه لا حد بيعرف يكتب مثله. اسمع ابو تامر، انت بتروح على البيت هلا، وقضيتك حتتدبر على احسن ما يكون. طمن بالك. طول عمرك. طمن بالك. يخلي لنا اياك خاطرك. مع السلامه يا ابو تامر. الله يسلمك. نديم؟ نعم منصور بك. قال تامر افندي بده يخلص من الظلم والاستبداد. اخلي يمنا. نعم حبيبتي. ايه المنصور يجيب الدكتور؟ حاضر يعني او بقلبك. تعبانه كثير. حاضر يعني. يلا. بعد ما اجى منصور بيك؟ بعد ما اجى. كيف حالة ست سلمى يا ست يمنى؟ تعبانة كثير يا حكيم، ما بدها اياك. وين منصور بيك؟ هلا ببعت ورا. بتعرف وين منصور بيك؟ هو قال لي لما الست تولد ابقى ابعت لي خبر. روح قول له خليه يشرف. كيف ست سلمى؟ كنت عم تقولي انها تعبانة. بهالحالة يا ست زهية. يا ست يمنى إذا كان بيلزم مساعدة أنا ممنون كثير. تفضل افتح. الست يمنى عاطية النعمة استحقاقها. طبعا يا حبيبتي، اللي بده يجي رح يورد بيت غالب وبيت كرامة. والله منصور بيك إذا ضل على هالحصيرة لا هي طويلة ولا هي قصيرة. معك حق، ما رح يخلي للورات غير ورق الكراس. ما تخافي،
ربنا إذا عطى بيعطي وبيكتي. سحر يا جماعة، احنا جينا لهون حتى نحكي هالحكي اللي ما له معنى. دخلك شو بخصك انت؟ شو هو اللي له معنى عندك؟ فهمنا. اللي له معنى المخلوقة الطيبة سلمى، اللي الموت والحياة بيصارعوا جنب سريرها. بلا فلسفة، انتو رجال شو بفهمكم؟ هالأمور هاي نحنا بنفهمها. انتو رجال بتتصنعوا العاطفة، لحد هلأ منصور بيك ما شرفها، كلكم مثل بعضكم. يا ساتر يا رب، كل واحد انسانة مثل المبرد. خير الحديث غير. خير ان شاء الله. كيف الشت سلمى؟ ان شاء الله ولدك؟ على امي. ان شاء الله بصبر ان شاء الله. الله يسمع منك. ها منصور بيك وينه؟ راح على الكنيسه تضوي شمعه حتى تخلص بالسلامه. الله يقبل منه. فعلا منصور بيك ما بيستاهل الا كل خير. ان شاء الله بتضل داره عامره. طبعا بتضل عامره. منصور بيك شخصيه بيعطف على كل الناس. تصوري ما حدا بيقصده بيرجع خايف. الله يعطيه قديته. اسمعوا ولدي. الحمد لله على السلامة. إن شاء الله يعيش. اتأخر منصور بيه. هلا طنت فيها الشمعة كأنه نطرة ولا. أنت بتدلي عم تاخذي الدنيا بالمزاح. منصور بيك عنده اجتماع هلا برجع. اجتماع ضروري. ضروري ايه ضروري اكثر من هلا. بدنا نهنيه ونبارك له ونفرح نحن وياه. ايش يا منصور بيك يا ستنا فقعيلك زلغوطه لنشوف. ايه. الحكيم بحالي مثل هيدي بيؤمر فيطاع فعلا. الله بيسلم لك وبعيش بدلالك. الله يسلمك. طمني كيف حال الست سلمى؟ بضل باله على الست سلمى ابو تامر. خذ اشرب يا ابو تامر. والله بحكي لك الدغري ما طلعش بايدي اطلع على الضيعه الا ما تطمن بالي عنه. الله يطمن بالك، اشرب صحتك. الله يعيشه. شو راح تسميه؟ لازم تسميه على اسم قديس حتى يحسه. حسميه غالب. صحة غالب يا غالي. لازم تصبر تتعيش يا سلمى. الله كريم. مات. اعطيني ابني.
يقربوا مني. اتخذني يا ابني، جيت تدلني على الطريق، جيت تريحني من الكهف المظلم. انا جاي لحقتك، انا يا حبيبي. رجع يا منصور بيك، البقية بحياتك. الصبي؟ الصبي وامه. شبيبتي، إذا مررتم بهذه المقبرة ادخلوها صامتين وسيروا ببطء، قفوا متهيبين بجانب قبر سلمى وحيوا عني التراب الذي ضم جثمانها، ثم اذكروني بتنهد قائلين في نفوسكم: ها هنا دفنت آمال ذاك الفتى وتوارت أماني وفارت دموعه، كانت بالأمس صبية نغمة شجية في الحياة، فأمست اليوم سرا صامتا في صدر الأرض.